أحبتي أينما كنتم وحيدين موجودتم، السلام عليكم بدون استثناء. اليوم رأنا مع أخونا نور الدين بجاوي. هذا نور الدين بجاوي ساكن بعين ولمان، عنده مشكلة مع رئيس الدائرة. نخلوه يفهمنا وش القضية. عمي نور الدين، ماذا بيك الناس اللي يشوفوك، وش قضيتك، فهمنا فيها. والله أنا منذ تنصيب هذا السيد هذا في على مستوى دائرة عين ولمان، وهو يعني السلوك تتعو بينا باللي ماهيش لائقة وما يخدمش في إطار القانون ولا. عرض علي عدة مرات هكذا وأنا ممثل لأبناء الشهداء على مستوى الدائرة أن ندخل في اللعبة تاعو لونغروناج تاعو والحاشية تاعو تاع أصحاب الشكارة، لكن كنت الوحيد يعني اللي تصديت له لهذا. من هذيك بدا لي في المؤامرات والمضايقات، وحاول وصل حتى للتهديدات بالتصفيه الجسديه، وصرا لي مشكل ولحقوني حتى للسطيف وضربوني بالخنجر وفتنا في المحكمه كي ادنتم هاموا لو داروا لي في المشاكل هذه. وخاصه من هذيك من ذاك الوقت خذيت احتياطاتي وعدت نفيلمي اي لقاء معاه ولا اجتماع ولا حتى نستعمل الكاميرا تاعي نسجلوا. نهار ما جاني حتى للحي مع لجنة السكن هذه، وانا نسكن في الحي هذاك يعني ومعروف ومنتخب في التسعينات، كنت رئيس القائمة تاع جبهة التحرير الوطني وخدمت مع الفيس، يعني ما كانش الشيء هذا اللي قصدك. ذاك الوقت كانت انتخابات يعني في انت كنت بصفتك ذاك الوقت ممثل لفلان وكانت بين الفيس ولا فلان، ما كان حتى مشكل في هذاك الوقت مع سي حمروش الاصلاحي وسي المرحوم الله يرحمه سي مهرين، ما كانش هذه القضيه. يعني احنا يعني تألمنا كي يحبس المسار الانتخابي هذاك، يعني وهذه شهاده لله. من هذاك اليوم يعني بقات الصوره تاعهم يعني تاع ذاك شويه معايا، يعني قعدت قايم وما حبيتش نلطخ دم الوالدين بالشيء هذا. هذا السيد هذا من نهار عينوه هنا على مستوى دارة عين ولمان كان مقصوده هو ومقصودي انا وتحطيم، وجاء مباشره يعني فاسد مباشره يعني للرشوه والمحسوبيه. انت قصدك حبوا يشروك؟ لا حبوا يشروني، انا ما حبيتش. قلت له يا ولدي انا ما نقدرش نلطخ رساله الشهيد، انا ما نقدرش. هذه هي بدات الامور، بدات من هذاك حتى الى يومنا. بدا بالكفريات، يكفر على ربي في اي لقاء، اي واحد يدير معاه يعني لقاء ولا حاجه يرفع عليه ذلك. حتى من مقبره الشهداء بلديه قلال اكفر على المجاهدين وسبهم وما خلى في بلقاء. والغريب في الامر انه ثمثم يستعرف. كتبت يعني رسالة السلطات انت؟ كل السلطات الولائية الوطنية حتى للرئاسة، وتلاقيت وجا وزير المجاهدين خاو ابن شهيد سي زوتوني وما حبيش نقابلو على جلوح وسع على الصلح، وجا سلوح للسطيف وما حبيش ثاني لمحوا لي وما حبيش نستقبلو. بعث لي الوالي قدا عدة مرات، قلت له انا خويا هذا السيد هذا وسعد القادر جوخ والي تاع الجزيرة وعلى بالو به وعلى بالو عاش، وكان دايرو على كارونتين، كان يعني دايرو على كارونتين طول. يعني اي قائمه تاع السكن الاجتماعي الا ولا كانت حصه تاعو للبيع مع الحاشيه تاعو معروفه. راه دوك يعني هذا انسان طاغ. الرجاء التدخل يرحم والديك، التدخل وانا راني في 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 الضيقه، وراني في حصار، وراني في تهديد، وراه يجر فيا كل اسبوع ولا شهر للمحاكم. الرجاء اللي دمكتو الوجه ربي ودم الشهداء تاع البلاد هذا يخطينا. ربي ينصرك عمي نور الدين. اللهم يا رب. وربي ان شاء الله الكلمات رسالتك نوصلوها ان شاء الله. يعني وطالب يعني كل المنظمات الدوليه اللي تاع حقوق الانسان يدخلوا، يعني ان هذو الناس هذو ماهمش تاع رحمه ولا تاع شفقه. قالك شما انا راني بي وليدات وعشر بنيات ونموت يعني كما حل صدرو بابا ب 74 رصاصه في صدرو. انا نموت من اجل رساله الوالدين هذه، ما نقدرش. والوطن وطننا ومعنا ونروح احنا، هذا هو وطننا. ربي يكون معك يا نور الدين. وخاصة أبناء الشهداء، يعني جميع أبناء الشهداء راهم يتألموا وراهم ساكتين وصابرين وهاو في اللقاء الأسبوع هذا درت لقاء مع 16 ولاية من حضرها الشهداء تاع أبناء الشهداء، رئيس حتى رئيس التنسيقية صبح مهدد. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يحبوا يغلبوسهم ولا ما كانش. انصرهم ينصركم ربي إن شاء الله. ربي يوفقك يا ربي يحفظكم إن شاء الله ويبقى عليكم الستر إن شاء الله. يا ربي
يعم الاستقرار للبلاد هذه اللي مات عليها 1.5 مليون شهيد ما تروحش هكذا. امين امين الدين، والله ان شاء الله رسالتك توصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه